مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزتي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم التربويات مع الأستاذ محمد البخاري. اليوم إن شاء الله وصلت لا برودكسيون دو ليكري. اللي باقي ما تفرجش في الفروض اللي درتهم في القناة يرجع لا ديسكريبسيون للوصف، وغادي يلقى تما الروابط ديال جميع الفروض اللي درنا. دونك اليوم لا برودكسيون دو ليكري، التعبير الكتابي، غادي نحاولوا نجاوبوا على ثلاثة ديال الأسئلة عندنا هنا. دونك لا بروميير كاستيون، كومبليت لو ميساج أليد دي مو سويفون. هذا لو ميساج هذا كما كتلاحظوا بأنه ناقص، غادي نكملو باياش، غادي نكملو بهاد الكلمات هادي. ta réponse, ton ami, message, bon vacances, mon bonjour. نبداو reçu يعني وصل. شنو اللي وصل؟ وصل الميساج. دونك ميساج reçu، ميساج reçu، الرسالة وصلت. à toute la famille، العائلة كاملة. كيقول له mon bonjour، يعني سلم لي على العائلة كاملة. mon bonjour، سلامي للعائلة كاملة. دونك مون بونجور، مون بونجور ا توت لا فام. باس دو، باس يعني دوز، عطلة مزيانة. بون فاكونس، بون فاكونس، هي مشات. جاتون، انتظر جوابك. تا ريبونس، تا ريبونس، انتظر جوابك. اوليفيي، شنو نقول له؟ دونك طون نامي اوليفيي، يعني صديقك اوليفي. شكون اللي مصيفط هذا الميساج؟ هذا مصيفطو اوليفي، لاين مصيفطو لأومار، اوليفي ا اومار. دونك قال له ميساج ريسو، مون بونجور ا توت لا فامي، باس دو بون فاكونس، جاتون تا ريبونس، طون امي اوليفي. دونك هذا سي ان ميساج الكترونيك ا كاركتير انفورماتيف، écrit par Olivier à son ami Omar. Passons à la deuxième question. Suivez avec moi. Mets en ordre les phrases de ce texte en les numérotant de 1 jusqu'à 4. غادي نقراو هاد الجمل هادو وغادي نرتبوهم من 1 حتى 4. À partir de 18 ans, il a travaillé dans un cabinet d'avocat. منين كان عندها 18 عام كانت كتخدم في واحد الكابيني ديال المحاماه، يعني مكتب المحاماه. نجات بالقاسم est venue au monde dans un petit village du Rif. نجات بالقاسم جات للعالم من واحد الفيلاج اللي هو صغير في الريف، الريف المغربي ديال المغرب. A 38 ans، في العمر ديال 38 سنة، elle devient ministre de l'éducation nationale، ولات وزيرة التربية الوطنية en France، في فرنسا. Elle a suivi ses études en France، كملات قرايتها فين؟ فرنسا. دونك من طبيعة الحال علاش كنهضروا هنايا في هذا لو تيكست هذا؟ كنهضروا على نجاة بالقاسم. من طبيعة الحال غادي نبريزونتيو لا بيرسوناليتي هي الأولى. دونك La phrase de là y est Najat Belkacem est venu au monde dans un petit village du Rif. بعد غادي يبان الامور واضحه. علاش؟ لان هنايا تسلسل ديال الزمن، ما يمكنش نقولوا في العمر ديال 38 سنه وعاد نقولوا في العمر ديال 18 سنه. طبيعه الحال غادي نقولوا العمر ديال 18 سنه، ومن طبيعه الحال عاوتاني ما يمكنش نسبقوا الخدمه على ليتود، على القرايه. دونك القرايه نقولوا elle a suivi ses études en France، يعني كملت قرايتها فين؟ في فرنسا. دو D'accord. Un bed, خدمت dans un cabinet d'avocat de, pardon 3. Et à l'âge de 38 ans, elle devient ministre de l'éducation nationale en France. Faut la mardi 38 ans ou la toisière تربية الوطنية الفرنسية. Donc 4. Donc on va lire le texte maintenant. Najat Belkacem est venu au monde dans un petit village du Rif. Elle a suivi ses études en France. À partir de 18 ans, elle a travaillé dans un cabinet d'avocat. À 38 ans, elle devient ministre de l'éducation nationale en France. Donc Najat Belkacem جاتنا من واحد الفيلاج اللي هو صغير ديال الريف المغربي، كملت قرايتها في فرنسا، في العمر ديال 18 سنه خدمات في واحد الكابيني ديال المحاماه، مكتب المحاماه، ومن بعد في العمر ديال 38 سنه ولات وزيره التربيه الوطنيه الفرنسي. دوزو لا ترويزيام كاستيون لا ديرنيير، مي اون اورد اون اكريفون لي نيميرو 1 2 3 4 دون لي كاز كي كونفين. دابا غادي نديرو عاوتاني من واحد حتى لربعه باش نرتبوا هاد الجمل هادو. Donc il y en a, puis il ferme le capot, ensuite il rentre à la maison, enfin il se lave les mains, d'abord papa vérifie le moteur de la voiture. قبل ما نرتبو غنشوفو هنايا عندنا دي مو مكتوبين اون غرا، وهاد لي مو اللي مكتوبين اون غرا هما اللي غادي يحددوا لي داك الترتيب. دابور هي مثلا بحال نقولو في البداية، اونسويت غادي نقولو من بعد، بوي يعني وبعد ذلك، اونفان هي اخيرا. دونك وحده بعدا عارفينها بانها هي 4، هي اونفان، هذه 4 راه باينه كنقولوا اخيرا. ومنين كنقولوا عاوتاني دابور يعني اولا، في الاول دابور سي ان. دابور بابا فيريفي لو موتور دو لا فواتور،
واش غنقولوا بوي il ferme le capot ولا غنقولوا ensuite il rentre à la maison. بابا يعني الوالد ديالي كيفيريفي كيراقب لو موتور محرك ديال السيارة، واش غادي يشد لو كابو. الكابو هو داك الغطاء ديال لو موتور، واش غادي يشدو ولا غيدخل لا ميزون؟ غيشدو بطبيعة الحال. بوي دونك دو وهنا تخوا، اي اونسويت il rentre à la maison. نقراو هاد لو تكست غادي يولي لي بحال الطريقة هادي. دابور بابا فيريفي لو موتور دو لا فواتور، بوي il ferme le capot. Ensuite, il rentre à la maison. Enfin, il se lave les mains. في البداية الوالد ديالي كيراقب المحرك ديال السيارة، من بعد كيسد لو كابو، ثم كيدخل للدار، وأخيرا كيغسل يدو. Il se lave les mains. دونك هادشي اللي كان عندي في هذا الفرد الصفي رقم واحد اللي كيتعلق بالمراقبة المستمرة الصفية بالنسبة للغة الفرنسية. La production de l'écrit. Production de l'écrit بالنسبة للمستوى الخامس ابتدائي، ليكري 5e année de l'enseignement primaire. كنتمنى انكم تزيدوا تدعموا قناة تربويات مع الاستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يبقوا يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. كان معكم الاستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.